مشاهدينا اهلا ومرحبا بكم معنا. واكيد تبعتوا جميع الجريمه اللي وقعت الاحد الماضي بمنطقه الهراويين، واللي كانت الضحيه ديالها سيده العمر ديالها 56 سنه، والمتهمين بهذه الواقعه هما جوج ديال الاخوه اللي اليوم هما رهن الاعتقال. اليوم كيحضر معنا الاب والام ديال المتهمين اللي كيقولوا ان اولادنا ما داروا حتى شي حاجه، والاب كان حاضر الواقعه وبغى يعطي يعني حق الرد، لان كانوا خرجوا الاهل ديال السيده اللي توفات. فاليوم الاهل ديال المتهمين قال لك حنا عندنا ما يتقال في هذه القضيه، واولادنا راه ما داروا والو، والاب شخصيا كيقول لك انا اللي كنت حاضر وانا كنت في قلب الدار وانا مشيت على اساس الصلح حتى وقعت هذيك الجريمه قدام عيني، وانا غنقول الشهاده ديالي قدام الله. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. انت سيدي الاب ديال المتهمين بجوج، هما جوج خوت، واخا قلتي لي انت كنتي حاضر بعد السيده الله يرحمها، اللهم اجعل مثواها الجنه، هي الجاره ديالكم. انت كنتي حاضر لكل شيء، ممكن تعاودينا بالتفصيل؟ انت بغيتي طلبتي حق الرد، قلتي بغيت ندوي ولادي راه ما داروا حتى شي حاجه. الله يجازيكم. تفضل سيدي. السلام عليكم. انا كنلبي هذا النداء ديالي. ممكن تشوف يا سيدي؟ انا كنلبي هذا النداء ديالي. بلاتي واحد شويه. واخا تفضل سيدي. السلام عليكم. انا كنلبي هذا النداء ديالي لملكنا محمد السادس قائد الاعلى للقوات المسلحه الملكيه والاركان الحربيه، يشوف هذا النداء ديالي ويبلغ السلطات تبحث في هذا الشيء، وتبحث هذا الشيء فيه دقه، لان هذا الشيء فيه لغز، وهذا اللغز مخزون. انا هاد الناس كان وقع مشكل ما بين ولد هاد الناس وولدي تقريبا ب 10 ايام ملي وقع المشكل بيناتهم. ولدي مشى ديكلارا بيه في الجوندارم، ملي جات الدري الاستدعاء ما تقبلهاش، ملي ما تقبلهاش جاب لي ثاني الدراري في الليل حطهم تما، عيط ليا ولدي قال لي يا با راه هاد الدري جاب ليا ودار ليا ودار ليا. قلت له ولدي ما تخرجش حتى للصباح نهار الحد، انا غادي نجي نصالحكم. فعلا الصباح نهار الحد جيت انا ولادي والمراه ديالي والزوجه ديالي مريحين مع ولدي في الدار، مشيت انا غادي ندق عليهم منطقه الهراويين. منطقه الهراويين مشيت انا باش ندق عليهم، خرج واحد السيد جارنا، السلام عليكم. السلام خويا. قلت لي الله يجازيك بخير مصطفى، الا ما كلم لي سعيد باش نصالح الدراري على داك المشكل اللي وقع ديال داك النار، غيبقاو زايدين في هذا النزاع حتى يديروا شي مشكل خايب. نعم. الوقت اللي قلت لهذاك السيد بحال ما هكا قال لي يا ودي انا يلاه فايق من النعاس، هاد الناس اللي دويت معاهم غادي نولي معاهم ما مزيانش، من الاحسن تصيفط ولدك يوسف. فعلا صيفطت يوسف ولدي. ولدك الصغير. ولدي الصغير يوسف عنده 10 سنين، صيفطته دق عليهم قال لهم عمي سعيد يتكلم البابا. خرجت بنته عزيزه قالت ليه كلم باباك لعند با راه فيه السكر ودار راه رجلو. فعلا انا مشيت دقيت عليهم، وملي دقيت عليهم خلت عليا نيت عزيزه هي اللي حلت الباب. السلام عليكم. السلام كالعاده، لان دوك الناس 10 ديال 20 سنه ومزيان يعني جيران، جيراني مشاركين الطعام ومشاركين الطعام ومشاركين الفراش، مشاركين كل شيء الحلال الطيب بيناتنا. وهذيك السيده اللي توفات المرحومه راه كانت اخت من خواتاتي، ضاعت ليا حتى انا، ما ضاعتش عليهم هما، ضاعت ليا حتى انا. على اين ملي مشيت عند هاد الناس دقيت عليهم حلت عليا عزيزه، دخلت السلام عليكم السلام، سلمت على سعاد الله يرحمها، سلمت على سعيد بركنا كندويو. ملي كندوي انا وسعيد واحد اللحظه نقزت عزيزه كدوي، قلت لها عزيزه الله يرضي عليك بنتي خليني ندوي مع باك باش نتفاهموا في المشكل ونصالحوا الدراري. سكتت شويه، دويت كندوي انا وسعيد شويه ثاني وهي تنقز، ناد سعيد بغى يضربها، ناد باها بغى يضربها. الوقت اللي بغى يضربها باها بدات كتغوت هي شويه، انا بارك كندوي والمرحومه باركه حدايا، وانا نتفاجئ حمزه جاي مهود بلا ما ذكر الاسماء بولدها بدون ذكر الاسماء. قرب الميكرو وبدون ذكر الاسماء. تفاجئتي بولدها مهود؟ كنتفاجئ بولدها مهود بجنويه ولابس شورت وعريان جاي كيجري من الدروج، ناضت المرحومه الله يرحمها لقاته في الطريق حبساته، وباه حتى هو جا كيجري حبسه. انا بقيت واقف جيت حدا الباب، حليت الباب الوقت اللي غادي نحل الباب ولادي كانوا كيتسناو فيه على برا باش غنخرج سعيد عندهم وندويو باش نصالحوهم ونقادو ونعوتو للدري الاخر ونصالحوهم. على اين ملي انا وقع المشكل بحال هكا، ملي حل الباب لقيتي ولادك؟ ملي حليت الباب لقيت ولادي واقفين، ملي سمعوا الغوت وداك الشيء جاو وقفوا حدا الباب. ملي حليت الباب لان ديك الطبقه المنطقه ديال العشوائي كلشي شي حداشي، نعم
ملي حليت انا الباب لقيت ولدي فؤاد واقف في الباب، قال لي يا مالو ما مالو، دخل فؤاد حيت ولادي كابرين معاهم كيدخلوا يخرجوا عندهم بحال بحال عاد بحال الخوت بحال الخوت. دخلوا فؤاد ويقول لي مالك البرهوش بحال ما هكا هاد اللفظ، قال لي مالك البرهوش كبرتي على البارح، قال لي ودير هادشي وهادي، وبغى يديدوي معاه زعما باش يضحك معاه باش يتصالحوا باش يتصالحوا. والو الدري الله اعلم اشنو بيه، مغلغل كيدير بالجنويه بحال ما هكا، وامو كتقول لي ولد الحرام ما ولد الحرام وحبسه. انا الوقت اللي ولدي صافي بدا كيعير في ولدي ويقول لي ما بقاش عندك حساب مع خويا انا ولا معك عندي مع انت الحساب معايا انا. ولدي جبد الجنويه من تحت منه شير بها عليه هو في الدروج فوق منه، الجنوي طاح ليه في الدروج شويه واحد لفظه. انا ملي شفت ولدي دار بحال ما هكا جريته ودفعته للباب بعيد من سعاد بعيد من كل شيء. بقينا داوي من جريت بحال ما هكا لقيت المهدي واقف من الباب من اللور في العتبه ديال الباب من اللور واقف كيقول لي يا بابا دا مالو ما مالو. قلت لي شوف سير بحالك سيرو حيدو. بديت كندفع في ولادي على الباب شويه تنتلافت بحال ما هكا كتبان لي المراه جايه طايحه من الدروج جوج درجات من حدا ولدها، لان هي كانت كتدير لولدها بحال ما هكا وكتشد ليه باغا تشد ليه الجنويه هي وباه في الدروج. الوقت اللي طاحت امو انا درت هكا بانت لي امو طاحت، تفاجات لان هذيك السيده بقات فيا تا انا، لان وحده من خواتي تضاعت لي تا انا. انا 10 ديال 20 عام كانت كتخاصم مرتي مع بناتها شحال من خطره، وانا كنصالح المشكل وكنتعانق انا وياها، راه وحده من خواتاتي هذه، راه وحده من خواتاتي، وتا سعيد راه واحد من خويا، راه خويا تا هو. على اين ملي انا وقع المشكل بعت ولادي على برا شويه كنتفاجئ بولدهم جاي كيجري بالجنويه عامره الدم وخارج برا هازها في الدو وكيعير هز الحجر بدا كيهز فسميتو ويشير. خرجت عزيزه خرجت هيبه خرجت لا ما ندقوا الاسماء خرجت العائله. المهم خرجوا العائله كامله بقاو كيضربوا بالحجر وبالعصاي بداو كيضربوا مع ولادي يلاه ما يلاه. انا كنفك هكا هكا كنفك بيناتهم تفكيت دير واحد اللحظه راهم مفيلميني في الفيديو شافتو السلطه المهدي ما كان صيفتيه. ضربت ولدي فيه ودفعته قلت ليه سير عند الجندارم ياك انت مديكلاري سير عند الجندارم، وجريت فؤاد وفكونا عباد الله. ملي فكونا عباد الله جيت انا ريحت قدام المحل ديالي المحل ديال ولدي فين كيسكن، اما انا ما كنسكنش تما كنسكن في درب السلطان. الوقت اللي جيت انا ريحت حدا المحل ديالي انا والمراه ومرت ولدي باكين بحال ما هكا شويه، جاو عندي الجندارم قالوا لي ولدك راه جا عندنا واش مريض اشنو عنده. قلت ليه راه عنده ازماتيك. قال لي عطينا الفونطولين ديالو شديت عطيتهم الفونطولين وعطيتهم لاكارت ديالو مشاو كيجريو عنده لابريكاد. بقيت انا واقف واحد 5 دقائق او 6 دقائق كنتفاجئ بولدو وخمسه الدراري ولا سته كلهم بجناويهم جاو دارو دخلوا على المراه ديالي ومرت ولدي تكرفسوا على مرت ولدي ها هو الضرب ها هو تكرفسوا على مرتي وتكرفسوا على مرت ولدي وضربوني انا ها الضربه هي ديالي في الراس هنايا 8 الغرزات والضربه هنا في الصبع ديالي هنايا الضربه هنايا ثاني حتى تحت الارض واحد اللحظه تحت الارض صافي. ملي ضربت هنايا بانت لي الضبابه في عيني تحت الارض. الدراري جابوا لي موطور قالوا لي دابا غادي تمشي لعند الجندارم. مشيت دابا لعند الجندارم ملي مشيت للجندارم بدماياتي بكلشي ليا داوني انا الجندارم في لومبيلونس انا وولدي داولنا للسبيطار. ولدي هذيك الساعه ديال الفاجعه المهدي بالاخص المهدي بعدا ما شاف لا بعينيه ولا ما وصلش كاع ليهم بصفه نهائيه. يعني ما دخل مع الدار ما تخل. بعيد مازال فؤاد دخل معايا وضرب ولكن الضرب ماشي ديال ولدي هو سعيد. كلب بهذا النداء لك سعيد الا كنتي كتشوفني انت راك خويا و10 ديال الطول الزوج ديال المرحومه الزوج ديال المرحومه وكلب بيه لك هذا النداء اخويا سعيد. كما قالوا لك الناس البارح قالوا لك دير الما منين يدوز والدنيا راه فايته، لان اليوم الدنيا وغدا الاخيره. خساسر اليوم الدنيا وغدا الاخيره. انت راك عارف وانا راه عارف والله راه شاهد علينا كاملين، راه حنا ما غاديش نطولوا. ربما يأنبك ضميرك وقول الحق ما تنكرش ولدك. وانا دابا اللي كنطلب من السلطه اللي هذا ولده من اللي دير لي هذه الحاله ولولادي هو كيدور في الزنقه وانا ولادي مشدودين مشاو ظلما وعدوا هكاك مشاو ظلما وعدوا وكنكرر ولادي مشاو ظلما وعدوا مشاو للسجن بجوجهم وهما الروح ديالي وهما عينيا وهما الروح ديالي باش كنتنفس. شحال في عمرهم؟ وليداتي واحد عنده 22 عام وواحد عنده 26 عام هما اللي عندي كبار هما اللي باش كنتنفس هما الكتاب ديالي هما اللي معاونيني في هذه الحياه داوهم ليا بجوج. وانا كنتمنى من الله
ومن السلطة ومن رجال السلطة الله يجازيهم بخير ومن جميع المؤسسات يبحثوا في هذا الشيء بالتدقيق، لأن هذا الشيء فيه لغز ولغز مسدود عند باهم، وكل شيء اللغز عند باهم، وهو راه عارف باهم كيعرف كل شيء كيعرفه. وأنا سعيد راه كنلبي لك هذا النداء، لأن اليوم الدنيا وغدا الآخرة، فكر مزيان راه حتى واحد ما غينعس مع واحد في القبر، راه كلنا غادي نعسوا. وأنا كنطالب الحقوق ديالي وديال وليداتي من هاد الناس، وغيطلب منكم رجال السلطة تبحثوا وتبحثوا وتعاودوا تبحثوا مزيان في هاد الشيء بالتدقيق، لأن هاد الشيء راه هو لغز ملموس، كل شيء باين، كل شيء واضح. إلا وضحتوا ولا تبعتوا في هاد الشيء راه غادي يبين لكم كل شيء، غيبين لكم القاتل وغيعرف كتعرفوا كل شيء غادي تعرفوه. وأنا هاد الكلام اللي تنقوله بيني وبين الله سبحانه عز وجل، كنتمنى من الله إلا قلت خالفت هاد الكلام ديالي ولا زدت في هاد الكلام ولا نقصت فيه، بغيت ربي ما يكملش ليا ما نويت في حياتي، وبغيت ربي ما نوصلش من هاد الساعة هادي المحالي. يعني أنت حضرتي الواقعة كتقول ولادك ما ضربوا ما تشي؟ لأن أنا حضرت الواقعة وواقف جيت للصلح باش نصالحهم ونصالح وليداتي باش نحدوا المشاكل، ولكن الواقعة سبب ديالها البنت ديال سعيد هي السبب، هي السبب ديال هاد الشيء كامل، هي اللي بدات كتغوت. لو كون خلاتني كندوي مع باها بشويه بشويه، باها راه صديق ديالي ديال 20 سنه وجاري ومعمرو سمع مني كلام العار، راه كيسمعني دابا وكيشوفني دابا. الا كنت قايفك شعار ولا كنت سمعتي مني شعار ما تسرنيش فيها سعيد، وبيناتنا الله. لا ما ذكر الاسماء، واخا نعطيو الكلمه للسيده. وبيناتنا الله، الله يجازيكم بخير. واخا انت وعليكم السلام، انت الام ديال الام ديال هاد الدراري بجوج اللي هما. واحد دقيقه عافاك. واخا تفضلي. السلام عليكم. انا الام ديال هاد الدراري اللي متهومين بهاد الضحيه اللي ما داروهاش، وكندوي من هاد المنبر يشوف الله سبحانه وتعالى ويبين الحق، وكنطلب من جلالة الملك الله يحفظه والله يشافيه، وكنطلب من السلطات تحقق في هذا الشيء وتدقق الموس ديال من وتشوف تحقق في هذا الشيء. وهذوك الناس كلهم اللي كانوا كيدويو كلهم ما كيسكنوش حدانا، وكلهم هي اللي كاريه الدريه، والدريه هي سبب المشاكل، وهي اللي جنات على امها وجنات على ولادي بجوج وجنات على خوها. وحس بي الله ونعم الوكيل. وهانت اختي خوها جدار ليا، هانتي بجنويه، هانتي وهانتي راسي، ولادي انا معتقلين وهو ولدهم مطلوق، ولادي مشدودين حتى هو يتشد معاهم. تهمه القتل. تهمه قتل، تهمه القتل. ولادي مهدي بعدا ما كانش حاضر، هذاك ما كانش حاضر، ودايره الدريه حاضر، وهما اصلا كيتناقضوا في كلامهم، كل مره كيقولوا كلمه. وسبب المشاكل كامله هي بنتهم وكلهم هذوك الناس. انا بغيت الجيران اللي كيسكنوا معانا اللي كانوا انا اللي كنت كنسكن معاهم وهما اللي اديوا هذا النداء ويقولوا اللي شافوه كلمه الحق، واش ولدي اللي قتل ولا ولدهم اللي قتل، والله اللي غيبين الحق. وكنتمنى هي ضاعت لي امهم الله يرحمها، راه كانت اختي وكانت صاحبتي وكنا طعام واحد ونعس واحد، دابا الله يرحمها وانا هي ضاعت لي اميمتهم ما نلومهمش، ولكن ضاعوا لي انا جوج شبان جوج عزارة ما شافوا ما تشوفوا غادي نكاك، ظلموهم هكاك. وهذيك السيدة بنتهم أنا كنت قول لي أنا ما نسمحش لك على هذا العذاب اللي درتي لولادي، وكنطلب منها هي السبب في الجريمة، هي السبب. كون سكتات راجلي كان غيحل المشكل مع باها وباها الله يعمر لها دار. واخا كتب عليا قال لي انت جيت عندك وقلت لك سعاد راه طايحة، قلتي لي العيال ديال ما تموت لا بغات تموت، هذا الشيء ما قلتوش اصلا ما دواش معايا. وانا جيت حتى الاخر جيت كنجرف ولادي، وناضوا ليا بنتهم بالحجر وناضوا ضربوني، وولدها جا ليا بجوج جناوه ضربني بوحده، ضرب مرت ولدي الراس، ضربني انا الراسي، وضرب مرت ولدي رجليها، وبركي شلخت راجلي هو اربعه الدراري اخرى ولا خمسه. نتمنى من جلاله الملك يشوف هذا الحشي ويدقق فيه، وشكرا. الله يبارك فيك. نتمنى ان شاء الله نتمنى خير. شكا سيدي كتبكي على قوت الله اكبر، شنا كتبكي انت لان حضرتي لهذا الشيء وضيحت العوان؟ راه في الاخر المهم القضاء غيدير العمل ديالو، نتمنى ان شاء الله الحقيقه تبان في الاخر. الا كان المذنب ياخذ سواء كانوا الوليدات سواء كان واحد اخر، يعني اللي دار الذنب يتحمل المسؤوليه ديالو وياخذ العقاب ديالو ايا كان، لانه
هما دواء وانتم دويتوا، ولكن المساله دابا في يد القضاء وضروري غيكون تحريات وبحث. المرسى صحاب المرسى صافي صافي. الكلمه الاخيره اللي بغيت نقول انا، وهي بغيت نوضح لسعيد، ما نقولوش الاسماء للراجل، بغيت نوضح، بغيت نوضح الزوج ديال المرحومه الله يرحمها، بغيت نوضح ليه بان على قولة الله اكبر على الحق، وراء الحق لا بد ما يبان، الحق يعلى ولا يعلى عليه، والحقيقه راه لا بد ما تبان، من الاحسن تبان منكم، ولا هي غادة تبان بيد الله سبحانه، لان الموت عزيزه على المر، الروح عزيزه عند الله، ولا بد ولا بد قد ما بقى وليداتي لا بد غادي يجي الفرج من عند الله سبحانه عز وجل، وربي هو اللي غادي يبين هذه الحقيقه اللي هي مستوره عندكم. وكنتمنى منكم، كنتمنى من الله يأنبكم الضمير ديالكم، وتشوفوا بان، تعرفوا بان هذه الدنيا راه ما فيها والو، غادي دخلنا من هذا الباب وغنخرجوا من واحد الباب، لان هذاك الباب اللي غنخرجوا منه كنتمنوا من الله يخرجنا منه بسلام، لا تابع لا متبوع. هذا هو هذوما الكلمات الاخيره اللي كنلبي لك انا، وكنتمنى من الله هو يفيقنا كاملين بعيبنا. ونتمنى الاخت ديالهم الكبيره ديما كتهدد على ولدي وكتقول لي قد ما بقيتي غنقتلك، غنصيفطك الحبس قد ما بقيتي. وملي كنا البارح غادي نعد الجندارم مركبيننا باش نمشيو للمحكمه، ولدهم قال لي غير خرج خويا غنقتلك انت ومرت ولدك. هادشي كله كاين نفسي، حتى ما غتموتوا. انا كنطلب من الله ومن سمى الله تحميني، راهم بحال وليداتنا تاهم، تحمي لي بنتي الصغيره وتحمي لي ولدي، لان انا دابا خايفه على راسي. قالوا لي الولد البارح ملي ركب معايا قال لي شوفي كنتسنى خويا حتى يخرج وما غنخليكمش انت ومرت ولدك، كيما امي ماتت حتى ما غتموتوا. دابا انا كنطلب من الدرك الملكي يحمينا. نتمنى خير ان شاء الله. كيف تبعتيو معنا مشاهدينا، يعني اب وام الاخوه او الاخوين المتهمين بقتل السيده اللي كتبلغ من العمر 59 سنه بمنطقه الهراويين، واللي هما يتابعون في حاله اعتقال. الاب على حساب القول ديالو كيقول لك انا كنت حاضر النازله، كنت حاضر الواقعه، شفت شنو وقع، ولدي واحد ما دخلش نهائيا، والولد الثاني راه ما قاس السيده، راه الابن ديالها اللي كان هاز واحد الاله حاده يعني سكين او لا سيف على حساب اشقال اللي قاسها. هادشي اللي كيقول الاب، وحنا دائما عندنا الثقه الكامله في القضاء، هي القضيه اليوم على انظار القضاء، وكنتمناو ان المذنب ياخذ الجزاء ديالو. كانوا هاد الوليدات ابرياء الله يبين الحق، كانوا مذنبين ياخذوا العقاب ديالهم، كذلك كان الابن ديالها بريء، راه داكشي اللي كاين ما كانش راه ياخذ العقاب ديالو. ما بقى لمشاهدينا الا نودعكم، دمتم في امان الله، الى اللقاء.